أهلا بيكم في قراءة أخطر كارت. أنا بعتذر إن أنا اتأخرت في فيديو النهاردة. أنتم متعودين مني إن أنا بنزل الفيديو في موعد محدد، وأنا اتأخرت عليكم لأن أنا مسافر. وعلى الرغم من ذلك قررت إن أنا أعمل لكم الفيديو حتى لو هيبقى متأخر شوية. فأتمنى إنه يكون طاقته مختلفة وفي شيء إيجابي ويكون في رسالة واضحة بالنسبة لكم إن شاء الله. هنعمل رسالة من الحبيب أو رسالة تخص حياتك العاطفية، يعني هنشوف الملائكة حابة تخبرك في إيه فيما يخص حياتك العاطفية، وكمان هنشوف الحبيب بيفكر في إيه عنك وعاوز يقول لك إيه. فأتمنى أن القراءة تفيدكم إن شاء الله. أنا هوزع بسرعة وتبتدوا بقى تختاروا، فثانية واحدة. تمام، انا قربت الكاميرا كده شوية علشان تشوفوا. هيكون معانا اول مجموعة، مجموعة الاسورة الفيروزي، تاني مجموعة الاسورة السوداء، تالت مجموعة اسورة الشاكرات اللي فيها احجار الشاكرات، رابع مجموعة هتكون الريشة البيضاء، خامس مجموعة الريشة السوداء. ركزوا طاقتكم كويس واختاروا مجموعة لشخص معين في دماغكم، أو أكتر من مجموعة لأكتر من شخص زي ما تحبوا. أوكي، خليني بقى هرص الكروت ونرجع بقى نبتدي مجموعة مجموعة وهرجع لكم تاني. أوكي، هنبدأ بأول مجموعة، الناس اللي اختارت الأسورة الفيروزي. خلينا نشوف. بيقول لك في الأسابيع القليلة القادمة، قريب قوي، ده في حاجة كويسة هتحصل قريب قوي للناس اللي اختاروا المجموعة دي. وبيقول لك كمان ادي للعلاقة دي فرصة. طاقتكم الثلاث سيوف، فربنا حب ان هو يعوضكم يعني. طيب خلينا نشوف ايه الحكاية دي. اولا ده شخص انتوا الاتنين في ما بينكم طاقة عند قاطعين مع بعض من فترة، وكل واحد مستني التاني ان هو ياخد المبادرة، محدش منكم بيبادر. انتوا الاتنين قلبكم مكسور من العلاقة دي ومحدش بياخد المبادرة او بياخد الخطوة ان هو يطور العلاقة دي. فقلبكم مكسور جدا، مستنين الشخص ده من زمان وعندكم استعداد ان انتوا تستنوه تاني. في تواصل روحاني ما بينكم وما بينه كبير، لكن كل واحد بيحاول انه يمسك نفسه انه ما يتواصلش ويجمد قلبه على الاخر. وغالبا انتم ممكن تكونوا مستنيين الشخص ده بقالكم كتير، يمكن من 3 ل 8 شهور. فالكروت بتقول لك قريب قوي، يعني هيكون في فرصة، اللي انت عايزه هيكون، وحب حياتك هيقرب لك وهيحب انه ياخد فرصة جديدة معك في خلال الأسابيع القليلة القادمة، بحد أقصى 8 أسابيع يعني شهرين. في هنا برج الأسد، برج القوس، بس طاقات هوائية وترابية ونارية، مفيش مائية. فدي كانت رسالتكم المجموعة الأولى، الناس اللي اختارت الأسورة الفيروزي. أتمنى تحطوا لنا لايك وشير وتكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. أنا مش فاكر الترتيب قوي، ولكن هنروح بعد كده للناس اللي اختارت الأسورة السوداء. خلينا نشوف. ريكافري برضو، في عودة للعلاقة للمنفصلين، وحرر نفسك. هانيمون، الطاقة البداية الجديدة. برضو في عودة لحد من الماضي في العلاقة دي، يعني حد، يمكن لأغلبكم الشريك هو اللي قرر ينهي العلاقة دي على فجأة، وإنه يدير ظهره للعلاقة دي ويمشي من بعد خلافات متكررة. لكن بعد ما مشي حس قد إيه بحنين واشتياق ليك، فحب إن هو ياخد فرصة تانية معاك وإنه يصلح العلاقة دي، لأنه حس إنه قد إيه هو مشتاق لك. أنت عندك تعلق بهذا الشخص، وعلشان كده الكروت بتقول لك حرر نفسك من التعلق ده
ودي طاقتك بالفعل، ده اللي انت بتحاول تعمله، وبقيت تسيب الأمور كده زي ما ربنا يجيبها. طالما قالك هانيمون يبقى الشخص ده راجع بعرض زواج حقيقي، وعاوز فعلا ياخد فرصة جادة معاك في العلاقة دي، وحابب انه يصلح العلاقة معاك. فأكيد إن شاء الله هيكون في ريكفري وهيكون في عودة للعلاقة دي. في هنا برج الدلو وبرج العقرب طاقات، وبرج الدلو مرتين على فكرة، وطاقات مائية بس، دي الطاقات اللي واضحة هنا. فدي كانت قراءتكم المجموعة التانية، الناس اللي اختارت الأسورة السوداء، دي كانت رسالتكم. أتمنى تحطوا لنا لايك وشير وتكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. نروح بعد كده للناس اللي اختارت المجموعة الثالثة، أسورة أحجار الشاكرات. بيقول لك اختار اتجاه مختلف، فليرت، let go of control issues. طاقتكم لكوين اوف واند. غالبا العلاقة دي اون اوف، كانت علاقة تقضية وقت مثلا، او علاقة مع شخص نرجسي، او علاقة ما كانتش بتتطور وانت بتحاول انك مثلا، يا انت يا هو بقى، لان ممكن تكون الطاقات عكسية برضو، ان حد هنا فيكو عاوز بس العلاقة دي تقضية وقت، والتاني بيحاول انه يغير فكرة اللي عايز تقضية وقت انه ياخدها كعلاقة جادة، وبيحاول بكل السبل انه يغير فكرته، انه يخليه ان هو يحبه مثلا، لكن الطرف الاخر مصر تقضية وقت، يعني تقضية وقت، انا مش هطور العلاقة دي لعلاقة جادة. ففي حد منكم متعدد العلاقات وبس بيضيع الوقت، والتاني عايز انه يتحكم فيه ويعني يحولها لعلاقة جادة، لكن برضو مش عارف يعمل كده. فأنا بشوف إن العلاقة دي علاقة تقضية وقت وهتفضل تقضية وقت، والشخص اللي بيحاول يغير الشخص التاني، الشخص التاني مش هيتغير وهيفضل زي ما هو. فأنا بشوف إن في فرصة ما بينكم في العلاقة دي، لو أنتم ما بتتكلموش في مصالحة، لكن برضو هتفضل علاقة تقضية وقت لو كان ده مناسب ليك والشخص ده مش هيتغير. علشان كده الملائكة قالت لك اختار اتجاه اخر، او فكر بطريقة مختلفة، ما تحاولش ان انت تتحكم في الشخص ده ان انت تغير منه، لانه مش هيتغير. فهمتني؟ دي الرسالة اللي ليكم. في هنا برج القوس، برج الحوت، برج الحمل، القوس مرتين، طاقات نارية كتير ومائية. دي كانت رسالتكم المجموعة التالتة، الناس اللي اختارت أسورة أحجار الشاكرات. أتمنى تحطوا لنا لايك وشير وتكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. نروح بعد كده للاختيار الرابع، الناس اللي اختارت الريشة البيضة. خلينا نشوف. انتظر، عبر عن حبك، شغف، الويل اوف فورشن. لأغلبكم ممكن تكون دي علاقة كراش، ممكن يكون الشخص ده زميلك في العمل، حد انت بتكراش عليه على العمل، او علاقة انترنت، او حد بتتواصل معاه على السوشيال ميديا. يمكن لسه ما حصلش اعتراف ما بينكم في الحب، العلاقة دي بس كده علاقة كراش، او حتى شخص انت منفصل عنه، او بعدتم عن بعض وانت عايز تقرب منه مثلا مرة تانية. المهم العلاقة دي واخدة نمط الكراش، سواء كانت علاقة جديدة او قديمة، وعلى الاغلب ده شخص معاك في العمل. فالكروت بتقول لك انتظر، هيكون في فرصة كويسة ما بينكم على فكرة. العلاقة دي فيها علاقة شغف كتير، الشخص ده بس خايف انه يعبر عن شغفه، وعلشان كده الكروت بتقول له حاول انك تسمح لقلبك انه يتفتح للحب مرة اخرى. كمان الكروت بتقول لك انت حاول انك تعبر عن حبك، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، لان انا بشوف ان الشغف والحب والاعجاب متبادل ما بينكم انتوا الاتنين. كل الفكرة ان ممكن يكون الشخص ده عنده خوف من الوقوع في الحب، نظرا لخبرات سابقة مش كويسة او لتجارب فاشلة، لكن هو بيبادلك نفس الحب ونفس الاعجاب، وعلاقتكم علاقة مصيرية، وهيكون في فرصة ما بينكم ان شاء الله. ويعني يمكن انت قابلت الشخص ده لسبب ان انت تفتح قلبه للحب مرة تانية، وتساعده انه يكون مقبل على الحياة،
وقلبه يرقص مرة أخرى، فجايز تكون برضو أنت سبب في شفائه للبعض منكم. فعشان كده الكروت بتقولك عبر عن حبك برضو لمجموعة منكم، ممكن تكونوا أنتوا أشخاص روحانيين بالفطرة وعندكم طاقة شفاء، ويمكن علشان كده اخترتوا الريشة البيضة، فربنا بيجعلكم سبب في شفاء الناس الآخرين، فأنت هتكون سبب إن الشخص ده قلبه يتفتح للحب مرة أخرى، فهيكون في فرصة ما بينكم إن شاء الله. في هنا برج الميزان والعقرب والسرطان، بس طاقات ترابية ومائية برضو. بس دي كانت رسالتكم المجموعة الرابعة، الناس اللي اختارت الريشة البيضة. أتمنى تحطوا لنا لايك وشير وتكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. ونروح بعد كده لآخر مجموعة، الناس اللي اختارت الريشة السوداء. خلينا نشوف. Trust, Engagement, Playfulness. الطاقة بتاعتك دي بقى علاقة صعبة، يعني انتوا الاتنين اصلا ما بتثقوش في بعض، يمكن كنتم متفقين على الزواج او كان في ما بينكم خطوبة، لكن للأسف العلاقة دي ما كملتش. يمكن كان في ما بينكم مشروع زواج او كان في خطوبة، والشخص ده يمكن اختفى من حياتك بشكل مفاجئ. انت حاسس انه مش واخد قرار الزواج ده عن اقتناع، او انه مغصوب مثلا او متردد بشأن قرار ارتباطه بيك، وعلشان كده العلاقة دي انتهت. انت شايف ان الشخص ده كان بيضيع الوقت، وانه كان بس كده جاي فور فن يعني، او كان جاي يمثل شوية ويمشي، شايفه ما كانش جاد، وهو ممكن يكون كان كده فعلا والله. فالمهم انه بشوف الشخص ده مش قصة بالظبط ان هو مش كان عايزك، الشخص ده كان متردد. انا بشوفه هيبقى عايز فرصة تانية، بس انا بشوف انه خلاص يعني انت فقدت الثقة في الشخص ده ومش ممكن تديله فرصة تانية. انا شخصيا مش مستريح للشخص ده ومنصحكش ان انت ترجع له. هو الكروت بتقول انه هيكون في فرصة، بس الشخص ده متردد ومش واخد قرار ومش عارف هو عايز ايه، وانت فقدت الثقة فيه. فيمكن يرجع لك مثلا بعرض خطوبة، لكن برضو الشخص ده مازال متردد، فالقرار يرجع لك. يعني انت شكلك اتلسعت من الشخص ده كتير، وبينك وما بين نفسك ممكن تكون بتقول انا هديله فرصة بس يرجع ويعتذر. بس حتى وان كان يعني انا شخصيا مش واثق في الشخص ده، فانت صاحب القرار يعني. وانتوا شكلكم مكتئبين جدا، ده انتوا كمان مختارين الريشة السوداء. يعني في هنا برج الثور، برج العقرب، برج الميزان والدلو، طاقات هوائية وترابية. بس دي كانت قراءتكم المجموعة الخامسة، الناس اللي اختارت الريشة السوداء. اتمنى تحطوا لنا لايك وشير وتكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. بشكركم طبعا كلكم، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.